الآن نبدأ اللعبة الأولى خلاص؟ اللعبة الأولى كالتالي. حقول كم لون عندكم هنا؟ ثلاثة. ثلاث ألوان. حقول لونين، اللون اللي ما حقوله أول واحد يمسكه هو الفائز. تمام؟ فهمت الفكرة؟ يعني لو قلت مثلا الآن بسوي يلا تست الآن نجرب ها؟ تست يلا. تست بما أننا معقمنا يدينا وعقمنا هذه. الآن يدك على راسك كذا، أيوه على فوق كذا فوق أيوه. يلا نقول مثلا 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 أصفر وأحمر. حلو أصفر وأحمر. إي صح أنت صح. إي أنا صح وأسوي أحمر. أنت صح الأزرق صح. خلاص؟ تمام؟ بعد ما نخلص اللعبة لا تحك خشمك ولا فمك ولا يدك ولا عينك بعد يدك حنخلص اللعبة نعقم أيادينا بعدين خذ راحتك تمام؟ صح. إذا وأنت تلعب ما تحكحك بخشمك وعينك خلاص؟ عشان ما تنقل لك أي شيء يلا جاهزين؟ بسم الله وعلى بركة الله الجولة تبدأ الآن ونلعب مع بعض خمس جولات ويدينك فوق راسك ونقول اللون أزرق وأحمر. حلو يا سامح حلو. 1-0 رجع أسامة حلو عاجبني الاحتفال ده متحمس الآن بسم الله وعلى بركة الله نحن وإياكم السادة المشاهدين جهزوا أكلكم وشربكم وقعدوا قدام الشاشة لأن الحجر المنزلي برضو في برامج زينة تتابعونه نبدأ اللونين مع بعض أنا إلا بعطيهم تعليمات تدري ليش من اللونين بسرعة أحمر وأزرق أحمر وأزرق حلو أسامة طيب انا عارف احب اقول للمشاهدين اللي مو عارفين اللعبه اللونين اللي اقولها اللون اللي ما اقوله اول واحد يمسكه هو اللي فايز 2-0 تمام بسم الله وعلى بركه الله يا عيني على اللي ياكل شيبس شايفك اللي قدام الشاشه قاعد تاكل شيبس شايفك إيه انت يلا بسم الله الان اللونين هي لون اصفر واحمر حلو يا اسامه 3-0 باقي جولتين خلينا نشوف نجيبين ولا لا خلينا نشوف يلا اللون هو لون جاكيتك حلو والله يا كاميرا مان لون احمر حلو وانت ايش لابس كمان ابيض ويلا يلا اصفر ازرق حلو باقي جوله انا مره لا الموضوع خطير 4-0 والله غريبة يا جنى طبعا أسامة فايز تمام؟ يلا تعال جنى أنت قولي لي يلا قولي اللونين يلا لا بقي دونك أبى ألعب مع أسامة يلا بلعب مع أسامة شوف تحدي يلا الآن يلا نبدأ يلا أزرق وأصفر لا واضح إحنا الأولاد يعني أكثر أسرع بديهة منكم يلا ها يلا أحمر وأصفر أحمد تحية لي يا جماعة وين التحية؟ من في الصوت في مشكلة بيني وبينك شخصية؟ لا قول في مشكلة بيني وبينك؟ ما أدري إيش فيك مستقعدني من بداية الحلقة الشارة صن بعدين الشارة فوق عالية ما تعطيني تحية إلا لما أطلبها حيل على الموضوع ذا يا جماعة شكرا حبيبي ابو هدى حبيبي والله حبيبي يلا اخر مره يلا ها اصفر وازرق تحيه لي يا جماعه تحيه يلا تعال شيل يدك يلا يدك عقب حلو حلو يلا امسحوا يدكم حلو الان نكمل معكم واعطونا عداد لفريق هو اول عداد علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع